بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة روية عبد المنعم محمد، مدرس الآثار والفنون والحضارة الإسلامية، عضو اتحاد الأثريين العرب، العضو التنفيذي هنا للاتحاد الدولي لشباب الآثار والصوفية. المؤتمر اللي احنا بنقيمه النهاردة هي عبارة عن أوراق عمل للحلول لبعض الحلول الاقتصادية لرفع الاقتصاد المصري في مصر. هو طبعا عنوان المؤتمر هو ترحيب أو دعم للعلماء لتقديم أوراق عمل لبناء مصر الحديث، فاحنا بنقدم مجموعة من الحلول اللي من خلالها نقدر نعمل رفع الاقتصاد المصري مرة أخرى. والله احنا كنا قدمنا مجموعة من أوراق العمل بتخص الجانب السياحي، والنهاردة عندنا جوانب استراتيجية وجانب اقتصادية، كافة الجوانب اللي هي ممكن تعيد بناء مصر مرة تانية وتعمل إعادة لتنشيط كافة النواحي السياسية والاقتصادية اللي موجودة في مصر لبناء مصر حديثة مرة أخرى إن شاء الله. طبعا إحنا بنضم كل الشباب من كافة أنحاء دول العالم. إحنا الاتحاد الدولي اسمه لشباب الأزهر والصوفية، يعني العنصر الأساسي عندنا هم الشباب اللي إحنا بنهتم بوجودهم معنا إن شاء الله. طبعا الحكومة بتمثل بالنسبة لنا هي الشريان، لأن هي عنصر رئيسي معنا بتدعم كل المجهودات اللي إحنا بنقوم بيها، بتدعم كل المؤتمرات اللي احنا بنقوم بيها. ان شاء الله تكون الاوراق دي اللي احنا هتقدم النهارده وقدمت قبل ذلك تكون هي عباره عن اوراق وعناصر اساسيه لاعاده رفع مستوى الاقتصاد المصري مره اخرى ان شاء الله. والله هي لازم يكون في خطط زي ما بيقولوا خطه خمسيه، بتبدا طبعا بخطوات تدريجيه ان شاء الله، لان احنا الحمد لله وصلنا لمراحل لا باس بها. انا نفسي اقول للناس لازم يكون عندها وعي باهميه البلد واهميه الخيرات اللي موجوده في البلد، وان احنا نحب بلدنا وازاي نحافظ عليها. كل واحد يبدا بنفسه، حتى اللي هيشيل ورقه من الارض هو اسمه بيحافظ على بلده، اقل جهد يعني ممكن. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ثم اما بعد، الشريف عبد الحميد علي محمود علي معلل الجعفري الحسيني، عضو نقابه الساده الاشراف بمحافظة أسوان ونائب رئيس المجلس الأعلى للسادة الأشراف الجعافرة بمصر وسكرتير عام القبائل العربية بمحافظة أسوان. المؤتمر ده دور العلم والعلماء وشباب العلماء لدعم الاقتصاد المصري في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، والتعاون والتنسيق بين طوائف الشعب واستقلال الموارد البشرية والمادية للنهوض بالاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة تمشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، والتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم الاقتصاد المصري من نواحي فتح آفاق استثمارية لخلق فرص عمل للشباب وفرص استثمار داخل الأراضي المصرية واستغلال المساحات الفارقة من مصر، لأن مصر مستقلة بجزء صغير. فالتقسيم العمراني التي أقرته القيادة السياسية العالية بتقسيم المحافظات والظهير الصحراوي حيفتح آفاق استثمارية وآفاق لجذب الاستثمار داخل مصر. بالعلم تبنى الأمم. علماء مصر، احنا عندنا في مصر خيرة العلماء على مستوى العالم في التكنولوجيا، في 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 الهندسة، في الطب. يعني العلماء لهم دور عظيم. بالعلم تبنى الأمم، يعني ما هو لازم العلماء هم أساس التخطيط لمسار الاقتصاد المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. والله ده مؤتمر من المؤتمرات الهامة اللي بتعرض مواضيع هامة تخص البلد مصر، وياريت ناخد بالمقترحات اللي بتصدر من هذا والتوصيات اللي تصدر من هذا المؤتمر، يعني ان شاء الله. يعني لان يعني المؤتمر في الاخر بينتهي بتوصيات، وياريتنا كلنا ناخد بيها كحكومه، يعني تاخد الحكومه بالتوصيات دي، لان اللي حاضر في المؤتمر علماء ذو خبره وعندهم من العلم اللي يستطيعوا ان هم يغطوا مجالات كتيره في البلد، مجالات صناعيه وتجاريه وخلافه. يعني هو ده ده ده, ده المفروض هو الاساس، ان انا بلتجئ للعلماء وللعلم لحل مشاكل البلد. كل دول العالم عملت كده، لكن انا اتجه اسيب العلم والعلماء، طبعا ده موضوع خطير، يعني هيؤدي الى الهلاك والدمار. يعني
قضاء على الفساد. طبعا عشان تقضي على الفساد يبقى او قبل الفساد لازم تعمل منظومه قضاء، منظومه قويه مستقله، فاهم ازاي؟ لا تخترق. هذه المنظومه لازم تكون هي الميزان، هي اللي بعد كده تيجي ما تقول تقضي على الفساد يبقى الفساد ده بيدخل المنظومه دي توزنه وتقدر تحلله وتقدر تعالجه. يبقى لازم الاول منظومه قضائيه، منظومه غير مسيسه، فاهم ازاي؟ المرحله الثانيه ان احنا نقول نقضي على الفساد، قضاء على الفساد، ماشي. المرحله الثالثه زياده الانتاج وتوطين التكنولوجيات المختلفه، تكنولوجيات نوويه، تكنولوجيا طاقه شمسيه، صناعات مختلفه، تكنولوجيا الطاقه، الهندسه الطبيه، تكنولوجيا كل جميع انواع التكنولوجيات توطنها في بلدك. محمود احمد عيد سليمان. والله المؤتمر اتناقش في بعض حاجات سليم، اتناقش في موضوع الاقتصاد لبناء مصر، واتناقش في الطاقه النوويه، واتناقش في ايه موضوع موسوعه الضرائب، ولكن بعد ان شاء الله في المداخله تقدمت بطلب لانضم فين في المداخله سليم للسؤال عن بعض الاشياء، مثل دخول الاتحاد المصري، الاتحاد في استصلاح الأراضي وبناء المساكن لمحدود الدخل حتى نكون قوة عاملة داخل مجتمعنا في جمهورية مصر العربية. نعم. والله أوجه الرسالة إلى الشعب المصري سليم عامة أن يتكاتفوا ويقف رجل واحد للقضاء على الفقر وعلى البطالة وتدعيم اقتصادنا وتنمية جميع المشاريع الكبرى والصغرى داخل جمهورية مصر العربية. عفوا. دكتور صفوة أحمد حسن، خبير القانوني والاقتصاد الدولي. يعني مؤتمر اليوم النهاردة هدفه الأساسي أو الغاية التي يدور في فلكها هو إحياء قيمة العلم والعلماء إحياء فعليا حتى نستطيع الاستفادة من العلم للخروج من بوتقة وحومة الفقر المدقع الذي أصبحنا فيه والمشكلات المستعصية التي أصبحت تتسم بأنها مشكلات هيكلية. لا سبيل أو لا مناص من الفرار من هذه المشكلات إلا بإحياء العلم. العلم بمنتهى البساطة هو أساس حل هذه المشكلات. إذا وصلنا لإيجاد الحلول العلمية سنعبر بهذه البلاد إلى بر الأمان إن شاء الله. والمؤتمر بمنتهى البساطة استضاف صفوة من رجال العلم في مختلف المجالات، سواء كانت المجالات الزراعية أو المجالات التعليمية أو مجالات اللي تتصل اتصال مباشر بالاقتصاد كأساتذة كليات التجارة أو الخبراء في الشأن الاقتصادي، وذلك للخروج من الدولة من حومة الصراع الاقتصادي اللي احنا فيه والمشكلات اللي تحيق به. شوف، يعني العلم والعلماء دورهم جل جوهري، يتبوأ في مكانته القمة. يعني والعلم علم كبير وبحور واسعة وأنت تعلم ذلك، ولذلك دائما وأبدا أحدث نفسي أنه كلما أدبني ربي أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. العلم بحر واسع جدا وهو حل لكل المشكلات. والرسول عليه الصلاة والسلام، الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، دعانا للعلم وحثنا على العلم، وإن كان هناك ثمة أحاديث كثيرة زي اطلبوا العلم ولو في الصين. العلم هو جوهر ونقول هو الحل الوحيد للعبور بالبلد لبر الأمان بمنتهى البساطة. أولا بمنتهى البساطة، إذا قلنا واحد، هي تهذيب النفس البشرية والتخلي عن القيم نقول القيم الأنانية التي تجعل الإنسان محصور في إطار همومه الشخصية وهدر المصلحة العامة على حساب مصلحته الشخصية. يعني بمنتهى البساطة أول حاجة تهذيب النفس البشرية، لأن المشكلة في النفوس وليست بالنصوص. ثم بعد ذلك الإدارة والإدارة الحكيمة الرشيدة، ثم بعد ذلك الالتجاء الإدارة إلى الأساليب العلمية الحقيقية، والالتجاء إلى أهل الخبرة وليس أهل الثقة.
ثم بعد ذلك صياغة تشريعات محترمة منضبطة ذات نماذج قانونية سهلة وميسورة في التطبيق والتحليل والاستيعاب حتى تستطيع تحقيق الغاية المرجوة منها، البعد عن الزخم التشريعي الذي يحدث، البعد عن ثقافة الفساد ولا سيما في المنظومة الإدارية الذي، وأعتقد أن هذا الفساد أصبح كالسوس الذي ينتشر في الخشب يعني أو النار التي تجري في الهشيم. يعني عايزين نهذب النفوس، الإدارة تتولى دورها الحقيقي تحقيق المصلحة العامة، الاستعانة بأهل الخبرة وليس أهل الثقة، تحقيق تعديل تشريعي محترم وفقا لنواب محترمون يتم انتخابهم من الشعب المصري انتخابا حقيقيا فعليا إمعانا منهم بإعلاء قيمة الصوت الانتخابي باعتباره أنه كرامة واعتبار أنه هو جوهر الحياة، أن الإنسان حينما يعبر عن صوته ويختار نائبه فهو يعبر عن كل مقدراته، حقه في الحياة في هذه البلد حياة كريمة، حقه في العيشة الطيبة، حقه في الغذاء، حقه في العدالة الاجتماعية، حقه في العمل المشرف، حقه في أداء الواجبات المنوط بها مثل الخدمة العسكرية، وعلى الرغم أنه واجب إلا أنه يعد حقا وحقا تسمو به النفوس، حقه في أنه يحصل على نوع من الأمن والأمان على أولادي، أمور كثيرة جدا جدا جدا.